المشكل ديالي هو انني كنعاني من مرض ديال السرطان هذه المده ديال 3 سنين ونص. المشكل هذا يعني جاني في الصدر ديالي في الرئه ديالي، ومن بعد انتقل لي الى العظام ديالي. يعني هذا واحد العظام ديال 6 شهور ولا 17 انتقل لي العظام. من تماك لك من المرض طلع لي العنق ديالي والراس ديالي. المشكلة دابا انني مبقاش يعني هاد الفترة هادي انني يعني دابا راني هادي 7 شهور وانا طايح فراش ما قد نوض ما والو. شي 4 ديال العمليات في التالي، داك العملية التالية طيرت فيها اليد ديالي، طيروا لي اليد ديالي. واخا بقيت كنخدم بداك اليد، واخا درت يد اصطناعية باش كملت الخدمة. بعد ما تسالي لي داك البيرمي مشيت نبدلو، قالوا لي يمكنناش نبدلو داك البيرمي لان عندك اليد طايرة. نطلب من جميع المحسنين اننا كيوقفوا معنا لا ماديا ولا معنويا. راني كنعاني بزاف من والله يجازيهم بخير. قادر يد الصناعية كيخدم بها مدة شي 3 سنين، هو كيخدم هكاك كيخدم بها يعني ما عارفو حتى واحد راه داير يد الصناعية، وكيجيب لنا اللي كتب لها انا ولادو. المهم في التالي البيرمي تسالالو، سالالو البيرمي، مشى يعاودو عرفوه مزول يديه، عرفوه مزول يديه وقالوا له صافي انت ما يمكنلكش السوق بعباد الله انت مزول يد. هي هذيك المهم بقى كيتفقص مرض نفسانيا، مرضت انا معاه، بقينا المهم كنقولوا غيجلس شكون غيكون بينا، شكون غيهذا شكون. ودابا هذه غير واحد السيمانه غير المحسنين جاو عندنا شي ناس هكا صوروه، هما مولي الطاكسيات مساك الله كثر خيرهم، شي ناس هكا هما اللي كيعاونونا وصافي. هو واقف فركنا وانا مقابله، ما كاينش اللي غيخدم علينا، انا اللي غنخدم ولا شي حاجه، فاش غنخدم؟ انا اصلا ما قارياش وتا لا خدمت ما عنديش فاش نخدم. عندي مقابله هو مقابله الدراري، لما ديتوش للطبيب ولا ما نوضتوش ولا ما شديتش فيه ما يمشيش بوحدو. عندي بناتي مازال صغار عندهم 9 سنين، يعني كنعاني واحد اكثريا نفسانيين كنعانيو بزاف بزاف. وانا راني ما كنعش، بقيت لا بليل لا بالنهار، راني ميره والتكرار كنضرق منه وكنبكي ما كنعش. الماكله تصور الماكله اللي كناكل، هو كيقول لك جيبي لي الباهيو دير، ما كنفطر لا فطور لا غدا، كتبغي تاكلي كتوقف لك لينا ولا دوك الدراري. كنطلبوا من المحسنين يشوفوا فينا وجه الله وفي هاد البنيات وفيه هو، الا كان شي معالجه ولا شي حاجه يعوضوه بها، ولا ما يبقاش هاد البنات ضايعين وانا ضايعه.